آخر المتحدثين طبعاً كان الحارس عبد النوري حاد حكيم. 30 ثانية ما جاوبتنيش على السؤال الأول، علاش المصارعين ثلاثة ما رجعوش؟ ماشي ما سألتنيش حدا، وين سألتني خلي سألتك من قبل. بلا نسيت. شوف لي زاتلات هذوك اللي راحوا عندهم مشاكل، والجور ما من هنا عادوا رايحين، نهار رايحين، نهار عادوا رايحين كندا، احنا كنا مولين انا ودحماني، هذوك اللي هذوك عطاونا ان لاتر، عطاوني النوفلوب، قالوا لي هاي لك المشاكل اللي علاش رحنا، وقال لي اعطيها للمينيست، وانا اليوم صباح قبل ما نجي هنايا عطيتها للمينيست، وثاني حبيت نكونفيرمي حاجه لي زاتلات هذو، قالوا باللي راهم يخلصوا جوج ملايين في الشهر، وهذو انا هو الاتليت اللي نخلص المير في الجزائر، المير الفورمونس، انا نخلص مليون 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 في الشهر، المير فيهم موسبيات والعزيزي يخلصوا 900,000 في الشهر، وهذه هاوليك لي فيش هذه الاسباب اللي خلاتهم يروحوا. هذه قلت لك الاسباب راهي في لونفلوب عطاوها الوقت. انا اللي نعرف عليه نهضر على اللي دراهم اللي قالوا باللي يخلصوا جملين، انا المليون نخلص مليون وهما يخلصوا 900,000 باسكو جو بلي تيتري عليهم والبليزونسي عليهم. صح هذا واش حابين. بارك الله فيك حكيم. على كل حال